شو الوضع بابا؟ قلي. يا بنتي لقينا لكرم، وهلأ راح لعند داود وحسن الخد الأحمر مشان يجيبوه. طيب أنا رايحة على غرفتي. بنتي وقفي شوي، لا تروحي، بدي تضلي مشان تشوفي كل اللي بده يصير. الشباب أكيد رح يجيبوا لها الكلب بعد شوي. شوفي شو جاني على موبايلي. بابا اسمح لي إني أطلع. بس أنا قلت لك شوفي لي موبايلي يا بنتي. وصلتك رسالة من داود. شو عم يقول؟ يلا قري لي شو عم يقول. مكتوب داود وبلال عندي. داود وبلال عندي. شو اللي عم يصير؟ وحسن الخد الأحمر عندي. شو يعني هذا الحكي بابا؟ كل الشغلات اللي عم تصير معنا بتعني شيء واحد، وهو إنه كرم عم يوصل لي رسالة إنه قدر يغلب كل رجالي لحاله. بابا كيف رح يغلبهم لحاله؟ مو معقول، في شغلة ناقصة بهي القصة. شوفي لي الموبايل. يلا بنتي شو عم يقول؟ يلا قري لي. وهلا صار دورك انت يا جلال كرم. يلا تعال لعندي يا كرم، تعال. تعال لعندي، تعال تعال تعال. كان بدي تجيني هيك قصص من زمان كتير. أنا عن جد اشتقت لهالشعور، محتاج لهيك حماس من زمان.